صيف ساخن مميت هو الأشد على نصف الكرة الأرضية الشمالي، وتأثر به كل سكان العالم تقريباً. فصل حطمت خلاله درجة الحرارة مستويات قياسية ليصنف أحر صيف على الإطلاق منذ بدء التسجيلات عام 1940، وامتدت موجة الحرارة هذه على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة من يونيو وحتى الشهر الماضي، وفيما كان يعتقد أن شهر يوليو الأكثر سخونة على الإطلاق، إلا أن متوسط درجات حرارة أغسطس كان أعلى بمقدار درجة ونصف مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية. التقرير البحثي كشف أن نحو 4 مليارات شخص تعرضوا للحرارة الشديدة التي تفاقمت بسبب تغير المناخ في الفترة من يونيو إلى أغسطس، بينما تعرض ما لا يقل عن 1.5 مليار شخص لأيام متواصلة لمثل هذه الحرارة في تلك الفترة. وفي منتصف أغسطس عانى 4.2 مليار شخص من حرارة شديدة. وخلصت دراسة أجرتها منظمة كلايمت سنترال، وهي مجموعة بحثية مقرها الولايات المتحدة، أن درجات الحرارة في 180 دولة و22 منطقة أثرت على 98% من سكان العالم، وتسببت موجات الحر الطويلة في أمريكا الشمالية وجنوب أوروبا وإفريقيا هذا العام في حرائق غابات كارثية وارتفاع في معدلات الوفيات.